أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى ندوة اليوم نتناول فيها بريكس وقمتها في روسيا وضم الجزائر كدولة شريكة للمجموعة بعد رفض عضويتها الكاملة العام الماضي. اختتمت إذن أول أمس الخميس بمدينة كازان الروسية قمة لمجموعة البريكس دامت ليومين بمشاركة زعماء ممثلين عن نحو 40 بلدا ومنظمة إقليمية ودولية بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقديم القمة على أنها مؤشر بأن محاولات الغرب لعزل موسكو فشلت، فيما تلقى بوتين دعوات مباشرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا من بعض كبار شركائه في المجموعة، كما دعت القمة لوقف الحرب في الشرق الأوسط. ومن عناوين القمة إعلان انضمام الجزائر إلى جانب 12 دولة أخرى كشركاء في مجموعة البريكس. وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن بريكس اتفقت على معايير مهمة للدول الشريكة، وستشهد المجموعة المزيد من التوسع عبر هذا الانتقاء حسب المسؤول الروسي. يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخرا عن طي ملف الانضمام إلى مجموعة البريكس نهائيا، مؤكدا أن الجزائر لم تعد لديها نفس الرغبة كما في السابق. وكانت مجموعة بريكس رفضت عضوية الجزائر خلال القمة السابقة في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا التي عقدت في أوت أغسطس من العام الماضي، فيما تم قبول انضمام الجزائر لبنك البريكس مما أثار عدة تساؤلات. في خضم توترات دولية وعقوبات غربية على موسكو، انعقدت قمة بريكس في قازان الروسية، حيث استضاف الرئيس فلاديمير بوتين أكثر من 20 من قادة الدول والحكومات. بوتين يسعى من خلال هذا الحدث إلى إثبات أن روسيا لا تزال تحافظ على تحالفات عالمية كبرى، وأنها ليست معزولة بسبب حرب أوكرانيا، ويعتبر قمة بريكس أهم حدث سياسي دولي هذا العام. القمة تهدف إلى تعزيز المنظمة التي كانت تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتم توسيعها لتشمل مصر وأثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة كقوة مضادة للغرب في استراتيجية تسعى لتفكيك النظام الليبرالي وإنشاء نظام جديد كبديل لمجموعة السبعة. ومع ذلك هناك خلافة داخل دول بريكس تعيق تشكيل جبهة موحدة، فالبرازيل والهند اتخذتا موقفا متوازنا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن مصر تعتبر حليفا لواشنطن. وقد يعزز انضمام إيران غريم الولايات المتحدة الانطباع بأن بريكس يتحول إلى ناد معاد للغرب. رفعت موسكو خلال قمة قازان عناوين مثل تعزيز التعددية والتعاون والانفتاح والمساواة، بالإضافة إلى وضع الأمن العالمي على رأس الأولويات، عناوين تعد عامل جذب بالنسبة لعشرات البلدان حول العالم، الأمر الذي دفع ب 27 دولة إلى الإعراب عن رغبتها في الانضمام إلى المنظمة، بيد أن روسيا وشركاؤها لا يستعجلون انضمام هذه الدول دفعة واحدة، بل وفق نمط متدرج وهادئ يراعي شروط بريكس وآليات عملها وتطوره والتراكم التاريخي وكذلك هواجس أعضائها. توزع الدول الراغبة في الانضمام إلى المنظمة يشمل مختلف القارات والأقاليم الجغرافية، الأمر الكفيل بتحويل بريكس إلى قوة جيوسياسية ذات تأثير واسع يتجه بثبات إلى قيادة الصراع بين الجنوب العالمي والغرب، والذي يمهد لنشوء نظام عالمي جديد. معنا في النقاش في الاستوديو أحمد ياسين المحلل الاقتصادي، ومن موسكو رامي القليوبي الخبير بالشؤون الروسية. نبدأ من موسكو معك سيد رامي القليوبي، كيف كانت هذه القمة وما رهاناتها بالنسبة لموسكو؟
الواقع هذه القمة هي أكبر فعالية سياسية دولية تستضيفه روسيا على أراضيها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية المفتوحة في عام 2022. فبالتالي روسيا تسعى من خلال انعقاد مثل هذه القمة لإصدار رسالة إلى الغرب بأنها ليست في عزلة، وأن حتى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زار روسيا. فلا شك أن من هذه الناحية القمة حققت نجاحا كبيرا من جهة تعزيز مواقع روسيا على الساحة الدولية. كذلك اللافت في هذه القمة أن هذه أول قمة بريكس تنعقد منذ انضمام خمسة أعضاء جدد، من بينهم ثلاث دول عربية الإمارات والسعودية ومصر، بالإضافة إلى إثيوبيا وإيران. وهذا فعليا جعل مجموعة بريكس لا تقتصر مهامها على الجوانب الاقتصادية، بل أضف عليها بعدا سياسيا أيضا. ولأن إذا نظرنا إلى الدول العربية الثلاث المذكورة فجميعها تقع ضمن منطقة النفوذ الأمريكي، ولكنها تسعى لانتهاج سياسة خارجية مستقلة وتنويع علاقاتها الخارجية. وبالتالي أصبحت لدى روسيا والصين فرصة للتحدث مع هذه الدول في منصة غير غربية بعيدا عن الأفن الغربية. وكذلك هذه القمة عزت دور الدول العربية كوسطاء بين روسيا من جانب وأوكرانيا والغرب من جانب آخر. وقبل توجهه إلى كازان عقد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد لقاء مع بوتين في موسكو، وأكد خلاله على استعداده لمواصلة الوساطة بين روسيا وأوكرانيا لا سيما في مجال تبادل الأسرى. طيب، لكن فيما يخص أوكرانيا بدت دعوات مباشرة من الهند من الصين لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وحتى في بيان القمة دعوة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط. قراءتك لذلك؟ في الواقع هناك انطباع بأن الملف الأوكراني تم تهميشه خلال القمة. فإذا نظرنا إلى البيان الصادر في القمة بقيادة أو بمشاركة قادة الدول الأعضاء، فهو يحتوي على 43 صفحة، ولكنه لم يرد ذكر أوكرانيا سوى مرة واحدة. والبنود الخاصة بالشرق الأوسط كان لها هامش أكبر من ذلك بكثير، حيث تمت الإشادة بالجهود المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار في غزة، أو تم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك. لكن في الملف الأوكراني تم الاكتفاء ببند واحد يدعو إلى إنهاء الصراع، مع التأكيد أن كل دولة قد أبدت مواقفها الوطنية في المحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة. كذلك في اليوم الأخير من القمة تطرق بوتين إلى الملف الأوكراني بشكل مقتضب، حين تحدث بعد كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال إنه للأسف هناك حروبا كثيرة تدور حول العالم بما فيها إحداها تدور بالقرب منا. لكن هذا لا يعني أنه لم يجري تناول الملف الأوكراني خارج الأبواب المغلقة، ووجود غوتيريش يدل على كثير. فالأمم المتحدة هي الجهة المنوط لها الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين. كذلك حضر القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإن اضطر لمغادرته مبكرا بسبب الهجوم الإرهابي في تركيا، ولكن تركيا أيضا من الدول التي تؤدي دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا. فكل ذلك يدل على أنه جرى تناول الملف الأوكراني ولكن خلف الكواليس. طيب، يبقى معنا سيد رامي القليوبي. أحمد ياسين، ماذا عن الجانب الاقتصادي؟ طبعا هذه المجموعة أساسا هي جاءت على أساس أنها ستكون مجموعة اقتصادية، طبعا فيها البعد الاقتصادي السياسي كذلك. كنا نسمع ما يقوله سيد القليوبي موضوع الغرب، وإن كان طبعا رئيس الهند مثلا رئيس وزراء الهند يصر على أنه لا يجب أن تتحول مجموعة البريكس إلى تكتل ضد الغرب. قراءة اقتصادية لهذه القمة، وتم على أساس إظهار ورقة نقدية وإن كانت رمزية فقط، يعني ليس لها ذلك التأثير عمليا على الدولار وعلى سوق العملات في العالم. يعني المجموعة تم تأسيسها من خلال وحدتها الاقتصادية أكثر من موقفها السياسي،
حتى أن المؤسس هو صحفي جيم أونيل، هو الذي تنبأ ويعني وانفرد بالحديث عن أربع دول بالأساس مع بداية الألفية، هي روسيا والصين الهند والبرازيل، عندها كانت تختصر بالبريك، ومن ثم انضمت ساوث أفريقيا في 2010 لتصبح بريكس. يعني الفكرة المؤسسة للمجموعة كانت من خلال عقل اقتصادي جيم أونيل، وهو بنك غربي أساسي، بنك استثماري طبعا هو، ولكن هو يعني تنبأ لهذه الدول، لهذه المجموعة بالذات، بأنها سوف تحقق نمو اقتصادي كبير جدا، وهو كان محق مع بداية الألفية، لأن عجلة الاقتصاد العالمي مع بداية الألفية كانت مدفوعة بشكل أساسي من قبل الاقتصادات الصاعدة، وهذه الدول بالأساس جميعها منضوية تحت تصنيف الاقتصادات الصاعدة، لذلك هو كان محق في هذا المجال. بعد المؤتمر الأول التأسيسي في عام 2006 الدول يعني بدأت تستشعر أهميتها الاقتصادية، خاصة وأن هذه الدول جميعها مختلفة مع الغرب، خاصة عندما يعني حكم اليسار البرازيل، وحينها كانت البرازيل تحقق نمو اقتصادي كبير جدا، وطالما هذا الخلاف واضح مع النظام الغربي، هذه الدول كذلك أيضا تعي بشكل واضح بأن النظام المالي الغربي هو نظام غير عادل وغير محق. يعني كيف يمكن لبلد مثل الصين حاليا تتربع على المركز الثاني كأكبر قوة اقتصادية في العالم، وهي أكبر قوة اقتصادية من حيث التصدير، هي أكبر قوة تصديرية في العالم، ومن المتوقع لها قريبا جدا أن تصبح أكبر قوة اقتصادية، أي أن تتخطى الولايات المتحدة الأمريكية. كيف يمكن لهذا البلد الصين أن يتقبل بأنه ليس لديه الأحقية في اتخاذ ميكانيكية القرار في طريقة عمل صندوق النقد الدولي؟ ولكن الصين تجارتها مع الغرب بشكل خاص، مع الولايات المتحدة، وحتى الصين تحوز على هي أكبر دائن للولايات المتحدة، عمليا تحوز على أكبر الدولارات من حيث الاحتياطات، أكثر من 2000، هذا الوضع تراجع بعد الشيء، أكثر من 2000 مليار دولار. وحتى مثل ما أشرت، أساسا من أطلق هذا الأنكرونيم كما يقول تعبير الإنجليزي عليه هو بنك استثماري جولدمان ساكس، بنك استثماري أمريكي غربي رأى في هذه الدول في الأساس دول فيها فرص اقتصادية وفرص استثمارية. نعم، ولكن يعني هذه الدول منضوية تحت هذه المظلة الاقتصادية رأت أن بإمكانها أن تحدث التغيير، خاصة وأن المنظمات المالية الغربية لم تفي حقها. يعني إلى الآن الصين لا تعطى أي أحقية في ميكانيكية اتخاذ قرارات المرتبطة بصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وهذا ما حظى به الصين لكي تؤسس تحت مظلة البريكس بنك منافس للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هو بنك البنى التحتية. وتحاول الصين من خلال جهودها التي يعني أصبحت حاليا الصين أكبر يعني مستثمر عالميا، الصين تخطط البنك الدولي، ولكن الصين رغم ذلك ترفض أن توصف بأنها دولة متقدمة. الولايات المتحدة تريد بالعكس، هناك في الولايات المتحدة من يريد أن لا توصف الصين بأنها دولة نامية، ولكن الصين لحسابات اقتصادية مرتبطة بعملتها، بقدرتها على التصدير، تريد أن تبقى دولة نامية وتحصل حتى على تشجيعات ولا مساعدات. يعني أليست هذه مفارقة؟ يعني أشكرك جزيل الشكر على ذكر هذه النقطة بالتحديد، ودعني أشرح قليلا، لأن الصين استفادت كثيرا من بقائها تحت تصنيف الاقتصاد الصاعد، وهي تحاول أن تحافظ على هذا التصنيف حتى تستكمل النقلة الكاملة من الاقتصاد الصاعد إلى الاقتصاد المتطور. وهنا وهذه النقطة تأخذنا إلى بداية الألفية مرة أخرى. بداية الألفية كانت الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة في حربها على ما يسمى بالإرهاب، على ما هي تسميه بالإرهاب، حربها ضد أفغانستان ومن ثم حربها ضد العراق، كانت منشغلة في هذه الأمور وتجاهلت الصين. حينها الصين في عام 2007 تمكنت من تحقيق عضوية كاملة في منظمة التجارة الدولية تحت تصنيف الاقتصاد الصاعد. مثل هذا التصنيف ومنحها العضوية الكاملة
في منظمة التجارة الدولية أعطت الصين ميزات اقتصادية هائلة، لذلك خلال فترة زمنية قصيرة جدا استطاعت الصين أن تصبح أكبر قوة تصديرية في العالم من خلال استفادتها المباشرة من عضوياتها الكاملة في منظمة التجارة الدولية تحت تصنيف الاقتصاد الصاعد. لذلك الصين تحاول المحافظة على هذا التصنيف حتى تستكمل نقلتها بشكل كامل من الاقتصاد الصاعد إلى الاقتصاد المتطور. سيد القليوبي، هل أجندة الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا نفسها وحتى الدول التي تم ضمها مؤخرا، أم أنه لكل طرف لديه حسابات في هذا؟ مثلا كنت تشير إلى الغرب، رئيس وزراء الهند في كازان نفسها في روسيا يقول بأنه لا يجب أن تتحول مجموعة البريكس إلى تكتل ضد الغرب. الهند لها علاقات وثيقة مع روسيا، ولكن لها أيضا علاقات أوثق مع الولايات المتحدة من ناحية الاقتصادية كذلك، وكذلك لديها صراعات سياسية وصلت حتى التشابك الاشتباك العسكري مع الصين مثلا على الحدود. حتى نجيب عن هذا السؤال لا بد أن نعود إلى تصريحات أدلى بها بوتين عشية انعقاد القمة، إن أكد أن مجموعة بريكس هي مجموعة غير غربية ولكنها ليست مجموعة مواجهة للغرب. وروسيا تدرك جيدا أن كل دولة لها مصالحها الخاصة ولها علاقاتها الخارجية المتنوعة، وكذلك بريكس ليست منظمة بالمعنى الحرفي للكلمة، بل هي أقرب إلى مجموعة أو نادي الكبار ولا تضع أي التزامات صارمة على عاتق أي طرف آخر. فبالتالي هذه المرونة هي التي تجعلها وجهة جذابة للانضمام للكثير من الدول، لأننا مثلا إذا نظرنا إلى المنظمات الدولية الحقيقية مثل الاتحاد الأوروبي فهناك قيود كثيرة تفرض على الدول، وفعليا دول الاتحاد الأوروبي تخلت عن جزء من سيادتها لصالح بروكسل. لكن في حالة بريكس كل دولة لها مصالحها الخاصة ولا يتم أو لا تطالب أي دولة بالتضحية بمصالحها أو سيادتها من أجل المجموعة. طيب، لكن موسكو هل ترى أن هذه القمة كانت انتصار لبوتين بشكل خاص، طبعا الذي لديه مذكرة اعتقال في حقه والغرب كثير من العقوبات، هل هو انتصار دبلوماسي في رأيك لبوتين بشكل خاص أنه يعطي إشارة للغرب أنه غير معزول وأنه يستقبل رؤساء دول؟ أمين العام للمتحدة على ما أعتقد لسنتين لم يزر موسكو، ليزر روسيا موسكو أساسا، ويحضر الآن وحضر الآن قمة كازان، هل هذا هو الانطباع أم أنه بالنسبة للغرب من يقود هذا الغرب الولايات المتحدة تعلق على هذه القمة وتقول أنها ليست معنية، كل بلد حر في يتخذ القرار الذي يريد، ردا على القول بأنه مجموعة بريكس ضد الغرب، أنه كل بلد لديه الحرية في ينضم لأي مجموعة يراها مناسبة له ولمصالحه. بكل تأكيد هذا انتصار دبلوماسي، لأننا إذا نظرنا إلى الفعاليات الدولية التي نظمت في روسيا بعد بدء الحرب مع أوكرانيا، فمثلا في عام 2022 لم يجد بوتين سوى رئيسا واحدا وهو رئيس جمهورية كازاخستان كاسم جومارت كوكايف للمشاركة في منتدى بيترسبورغ الاقتصادي الدولي، بينما اختار الرؤساء الآخرون إلى عزوف عن السفر إلى روسيا خشية من رد الفعل الغربي. لكن الآن بعد أن مرت سنتين ونصف سنة وتبين أن العقوبات الغربية لم تنجح في فني روسيا عن سياستها ولم تنجح في إحداث انهيار الاقتصاد الروسي، فأصبح هناك إدراك أن روسيا يمكن التعاون معها وأن هذه الحرب مع أوكرانيا لم تؤدي إلى عزلتها. فمن وجهة نظر هذه هذا طبعا انتصار دبلوماسي وانتصار العلاقات العامة. دكتور أحمد ياسين، بلغة الأرقام، الأرقام تقول أن مجموعة بريكس تعادل تقريبا 16% من التجارة العالمية، بما في ذلك 15% حركة الواردات و16% من حركة الصادرات، وحديث عن تقريبا 37% من الاقتصاد العالمي من خلال تعادل معيار القدرة
الشرائية، ولكن هل هي في وضع اقتصادي فعلا لتهديد هيمنة الدولار؟ وكان الحديث على أساس أنه هذه المجموعة ستشكل تهديدا على الدولار، أم أنه حتى بنك البريكس نفسه يعني عمليا ما زال يعاني؟ هناك من يرى بأنه تقنيا يعني مفلس بسبب العقوبات على موسكو بعد بدء غزوها لأوكرانيا. يعني قبل الإجابة المباشرة على هذا السؤال، دعني أوضح نقطة أساسية تم ذكرها في اجتماع الأخير في موسكو لمجموعة البريكس، الهند قالتها وحتى روسيا قالتها بأن مجموعة البريكس ليست موجهة ضد الغرب، ولكن ضمنيا كل القرارات التي اتخذتها مجموعة البريكس هي موجهة بشكل واضح ضد الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي. يعني عندما تقدم مجموعة البريكس على تشجيع ودعم مستوى عالي جدا من التبادل التجاري بين دولها عن طريق العملات المحلية، هذا أكبر خطوة لتهديد قيمة وهيمنة الدولار على الاحتياطي النقدي العالمي. كذلك أيضا التوسعة المستمرة لمنظومة البريكس مع الوقت الكافي سوف تحدث تغييرا كبيرا بالنسبة للوجه الذي اعتدناه للنظام المال العالمي والاقتصاد العالمي على مر العقود الماضية. بالنسبة لبنك البنى التحتية تخطى شوطا يعني متطورا في دعم الدول الأعضاء في تشجيع ودعم مشاريع البنى التحتية لدى الدول الأعضاء وخاصة في الدول الإفريقية. يعني هنا نعود ونذكر بأن الصين في حجم استثماراتها في القارة الإفريقية تخطت البنك الدولي، تخطت صندوق النقد الدولي، أصبحت أكبر قوة استثمارية. ولكن بأي ثمن؟ هناك من يقول بنسبة فائدة أعلى من صندوق النقد الدولي. بنك التنمية الجديد كما يوصف بنك البريكس في النهاية قيمته رأس ماله حديث أنه يصل 200 مليار دولار، بينما صندوق النقد الدولي يقارب تريليون دولار وقدرته الإقراضية تتجاوز 700 مليار دولار. هذا البنك في الأساس يقوم بنك التنمية الجديد بقروض للأعضاء فقط بقروض بنية تحتية، بينما الغرب تجاوز مثل هذا الموضوع يعني كما يرى كثير من الخبراء. يعني عند المقارنة ما بين المؤسستين، البنك البنى التحتية المرتبط بمجموعة البريكس مع صندوق النقد الدولي، يجب التذكير بالفترة الزمنية التأسيسية لكل المؤسستين. صندوق النقد الدولي هو من رحم اتفاقية بريتون بعد الحرب العالمية الثانية، هذا يعني واقعيا أكثر من 80 عاما من الزمن، يعني فترة زمنية طويلة جدا. ولكن بالرغم من ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي معه لم يحدث التغيرات والأهداف التي يعني ناشد بها الغرب عند تأسيس هاتين المؤسستين. صندوق النقد الدولي قد يكون لديه القدرة الأكبر للاستثمار ولمنح القروض ولمنح الديون، ولكن يجب التمعن قليلا في ميكانيكية عمل صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي من خلال ما يعرف اقتصاديا ببرنامج الإصلاح الهيكلي التابع لصندوق النقد الدولي، هذا البرنامج هو برنامج مخرب. يعني أي اقتصادي لديه الشجاعة الكافية يمكن أن يحول هذا التوصيف إلى برنامج الخراب الهيكلي. دعنا نتمعن قليلا ما يحدث حاليا في مصر. مصر على مر سنوات قليلة جدا مستوى الفقر ارتفع في مصر إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ. هل هذا يعود لصندوق النقد الدولي أم للنظام المصري هو الذي لم يدير الاقتصاد بشكل جيد ثم الآن يطلب قروض من صندوق النقد الدولي؟ صندوق النقد الدولي طبعا يريد إصلاحات ويريد فوائد، لا يريد تدخل مثلا في البيروقراطية. والآن النظام المصري كذلك تم ضم مصر لمجموعة البريكس، و السيسي كما يبدو أنه يريد كذلك قروض فقط من بنك البريكس، من بنك التنمية كذلك. هل المشكلة في صندوق النقد الدولي فقط أم أنه في الدول التي لا تدير اقتصادها بشكل جيد مثل الدول الإفريقية التي أيضا لا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وتلجأ الآن إلى الصين طبعا بمعدلات فائدة أعلى وبمخاطر على البلاد كما يرى حتى داخل هذه البلدان يعني
زعماء اقتصاديون وسياسيون. يعني المشكلة في أساسها في بدايتها ترتبط مع حكومات الدول التي لم تعمل على تنظيم اقتصاداتها بشكل سليم، وبالتالي فجأة اضطرت للجوء إلى صندوق النقد الدولي أو بنك البنى التحتية التابع لمنظومة البريكس. لذلك المشكلة الأولى مرتبطة بحكومات هذه الدول، ولكن المشكلة الثانية مرتبطة، وهنا أذكر بميكانيكية عمل صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي كمؤسسة مالية هو مؤسسة يعني تعمل على الربحية. طيب، وهذا في هذا الصدد انضم إلينا في نفس السياق دكتور فريد بن يحيى الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد من الجزائر. دكتور فريد بن يحيى، صندوق النقد الدولي على ذكر الجزائر قبل سنوات كانت تقرض صندوق النقد الدولي وضعت فيه 7 مليارات، ثم ذهب بوتفليقة، جاء تبون، كان الخطاب الانضمام لمجموعة البريكس، وبالعكس كانت تبون واثقا من أن الجزائر ستنضم في مجموعة البريكس العام الماضي، ثم في النهاية تم رفض انضمام الجزائر لمجموعة بريكس في قمة جوهانسبورغ، والآن يتم ضم الجزائر كعضو شريك وليس عضو كامل العضوية. جاء هذا في قمة كازان بعد أيام فقط من تصريح الرئيس الجزائري بأن الجزائر طوت ملف البريكس، وبالعكس أن هناك مؤامرة استهدفت الجزائر، دولة خليجية صغيرة، المقصودة الإمارات هي التي تآمرت مع دولة أخرى والمقصودة الهند لعرقلة انضمام الجزائر. الآن يتم إعلان ضم الجزائر كعضو كبلد شريك إلى جانب دول أخرى، 12 دولة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لما نتكلموا على تنظيم البريكس، فالجزائر صحيح انه دافعت يعني على هذه المنظمه، ورئيس عبد المجيد تبون عمل تسويق اللازم للدخول الى هذه المنظمه، لكن نتكلموا بلغه الصراحه، الجزائر عندها نقاط قوه وعندها نقاط ضعف، رغم انه في تحسن بالنسبه للدخل القومي الجزائري، يعني هو يعتبر اكبر من اثيوبيا، كذلك مديونيه خارجيه مش كبيره، يعني نقدر نقول تقريبا معدومة، فيه يعني ثروات كبرى، إلا أن المعايير للدخول ربما الجزائر ما وفرتش كل المعايير، وربما أنه كذلك الملف يعني لم يؤخذ يعني بجدية كبيرة من طرف بعض المسؤولين الذين أوكلت إليهم هذه المهمة. لكن تبقى الجزائر بالنسبة لروسيا والصين يعني مهمة جدا، وشفنا زيارة الرئيسة تاع الهند اللي قامت بزيارة الأخيرة هذه للجزائر، رغم أنه نظام برلماني وغير، الرئيسة عندها وزن في السياسة الخارجية، وبالطبع الهند تسير بلوبيات يعني موجودة وأصحاب الأموال الكبرى وغيرها من الأمور هذه. إذن فالجزائر لما دخلت الآن كشريك، فإحنا شركاء فاش في بنك البريكس. الجزائر وضعت 1.5 مليار دولار، وبالطبع يعني تعتبر كقيمة رمزية مش كبيرة كثيرة، لكن تعتبر. الآن الزيارة الأخيرة اللي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو، نشفاول من الحوار تاعه اللي كان مع الرئيس فلاديمير بوتين، قالوا باللي الجزائر لابد تغير سياسة تجاه الدولار ونروح إلى عملات أخرى، وكان الرد نتاعه صريح، وبوتين قالوا لماذا لا تكون هناك عملة للدول العربية. إذن فالآن الشيء اللي موجود في قمة كازان، لماذا قمة كازان؟ قمة كازان هذه كان فيه لما عملت الدول الغربية على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، عملت كما نقولوا احنا ضغوطات على روسيا على الحرب الأوكرانية، وكذلك بما يسمى بالترتيبات يعني على السويفت، يعني حضر كثير من الأمور الروسية. فالآن روسيا اتخذت قرار بسويفت يعني بيس يعني موازي، وعملت يعني التقارب بينها وبين الصين، وكان حجم التبادلات يقارب 40% إلى 50%. يعني هذا النظام الجديد ما بين الصين وما بين روسيا، أن روسيا تعطي الروبل والصين تعطي اليوان لروسيا، نجحت فيه كثير، وحبوا هذا الإطار هذا يوضعوه في القمة هذه. طيب، ولكن بالعودة إلى الجزائر، بالعودة إلى الجزائر أشرت إلى نقطة. اسمح لي فقط نكمل التفاعل. إذن فهنا نجحت هذه، حبوا يعموها على دول أخرى، يعني يعاون بها تدخل فيها كذلك
الهند، تدخل فيها جنوب افريقيا، مصر، الامارات العربيه المتحده اللي عندها اموال كبيره، المملكه العربيه السعوديه. اذا ففيه الان يعني نظام قطب جديد يعني اللي ينهض. بالطبع هذا الشيء الموجود الان في خدمه كازان راح يكون بديل او موازي للدولار الامريكي وللبنك العالمي وصندوق النقد الدولي اللي تكلمت فيها. طيب لكن الذي يسمع الصين ما زالت تستثمر في الدولار الامريكي، الهند تقول لا يجب تتحول مجموعه بريكس الى تكتل ضد الغرب، اشرت الى زياره رئيس الصين طبعا الهند بالاحرى مؤخرا الى الجزائر، طبعا القرار في النهايه هو لمودي رئيس الوزراء، هو صاحب القرار الفعلي في الهند، منصب الرئيس في الهند منصب شرفي. جاءت زيارة رئيسة الهند بعد حملة انتقادات للهند وأنها وقعت تحت ضغط وتأثير دولة خليجية صغيرة والمقصود الإمارات. كان هذا الخطاب الرسمي في الجزائر. تبون كذلك في حواره الأخير في التلفزيون قال نفس الكلام بعد صحيفة المشاهد، ثم تم استقبال هذه الرئيسة الهندية. والآن يسمع الجزائريون أنه تم ضم الجزائر كدولة شريكة وليست دولة كاملة العضوية، بعدما سمعوا تبون يقول تم طي ملف البريكس، انضمام الجزائر لمجموعة البريكس. حتى الإعلام الجزائري بدا كأنه محرج من الخوض في هذا الموضوع، إلا ربما وسيلتين إعلاميتين فقط التي أشارتا إلى هذا الموضوع على أساس أنه هذا تودد إلى الجزائر، يعني مما طبعا أثار الكثير من التساؤلات. هو شوف بالطبع لانه بكل صراحه الرئيس عبد المجيد تبون عمل المجهودات نتاعو كلها والمنطق نتاعو كل على روسيا والصين، وبالطبع الصين وروسيا كانوا يعني مرحبين بدخول ودافعوا على انضمام الجزائر الى مجموعه البريكس. والشيء اللي قالوا انه فيه دوله رفضت الدخول تاعنا وهي الهند، وهذا صحيح يعني مش يعني كانت في مناورات سياسيه من طرف بعض الدول العربيه، لكن الجزائريين الان شافوا نفوسهم انهم ربما كان امرين اثنين. الامر الاول هو انه ما عندناش كل الشروط للدخول لمجموعه البريكس لانه فيها شروط من بعد بالنسبه لفتح الاقتصاد وغيرها لازم نوجد نفوسنا. والامر الاخر هو انه الجزائر كانت تسعى في قمه جوهانسبورغ للدخول ماشي كعضو دائم، ملاحظ كملاحظ يعني احنا حبينا ناخذ فتره زمنيه. ولكن تم ضم دول اخرى، السعوديه بالمناسبه وضعها الان كانها يعني تساؤلات حول وضع السعوديه، الارجنتين رفضت الانضمام، تم ضم الامارات، مصر، ايران، اثيوبيا، ووزير خارجيه روسيا حينها قال بانه معايير الانضمام لمجموعه البريكس هي ان تكون لهذه الدول دول هيبه، مما اثار غضبا طبعا في الجزائر هنا. لا شوف احنا بالنسبه اذا نتكلموا على هيبه، الجزائر عندها هيبتها يعني بحكم التاريخ الثوري تاعها، بحكم المواقف السياسيه تاعنا، الجزائر عندها هيبه اكثر من كثير من الدول العربيه والاسلاميه وحتى دول افريقيه. يعني ما ننساوش انه أميركار كابرال قال انه اذا كانت تعتبر مكه للعباده فالجزائر قد تطور يعني من جهه الدفاع عن المبادئ ليس العباده، لان العباده تكون لله وحده. اذا فالان الجزائر عندها نقولوا تاريخ كبير، دولة انحياز لما كانت الجزائر تراثها استطاعت انها تدخل الصين اللي كان مغضوب عليها من طرف الولايات المتحده الامريكيه وتكون كعضو دائم في مجلس الامن وعندها حق الفيتو. اذا فالجزائر عندها وزن سياسي وتاريخي يعني دبلوماسي كبير يعني ما نقزموش من حجم الجزائر. لكن الشيء اللي موجود الان هو انه الجزائر من الناحيه الاقتصاديه وبكل صراحه ما زال الطريق امامنا يعني باش نكونوا كدوله قويه جدا. صحيح انه الترتيب نتاعنا تاع افريقيا، لكن ما زالت البيروقراطيه موجوده في الجزائر، ما زالت بعض النقائص كثيره لابد نديرهم، ما زالت التسيير في بعض كثير من القطاعات. اذا فالان لابد انه يكون في شريك يعني قوي مثل الصين انه يرافق الجزائر وغيرها من الدول. لكن احنا ما قلناش ان مقطع العلاقات مع اوروبا او مع الولايات المتحده، لا لابد ان تكون في تجمعات وتكون علاقات. ولكن اشرت الى تبون اطلق تصريحا اعتبر خطيرا عندما تحدث مع بوتين عن موضوع الدولار ويعني القضاء على الدولار، بينما الجزائر يعني تبيع شريان الحياه في البلاد النفط والغاز بالدولار. يعني لا الجزائر ماناش ضد الدولار الامريكي يعني، لكن نحن ضد الهيمنه الدولار العالمي، لانه الان نشوفوا ان روسيا بحجم روسيا انها لما تلقات العقوبات من طرف الولايات المتحده الامريكيه
انها يعني فعلا انه جمدت الاصول نتاعها في كثير من الدول الغربيه فيها مشاكل. يعني غدوه الجزائر احنا عندنا 70 80 مليار دولار موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، غدوه قاد القرار سياسي امريكي من البيت الابيض قال لا نجيب الاموال تاع الجزائر او الاموال تاع المملكه العربيه. هل للجزائر الجزائر لديها 70 و80 مليار دولار في امريكا؟ هل احتياطي الصرف تاع الجزائر كله هل هو موجود في امريكا؟ شوف احنا بالنسبه لنا 70 مليار دولار حتى ان كانت غير موجوده في امريكا فالشيء اللي نتعاملوا به اكثر شيء بالدولار هو الدولار الامريكي، لانه الجزائر تصدر 97% من المداخل الثانيه بالدولار، يعني سواء كانت بالنسبه لاوروبا او غيرها من الدول، فبالطبع الحساب يكون على حسب الدولار الامريكي، حتى وان دخلت يعني اموال اخرى من الاورو او من اموال من اموال اخرى اليوان وغيرها. اذا فاحنا الجزائر نقول بكل صراحه الان انه عندنا اهداف، الهدف الاول تاعنا هو انه نسعى لتطوير الجزائر يعني اقتصاديا، يعني نشوف لو نشوف الديناميكيه الاقتصاديه ما بين الجزائر واثيوبيا نلقاو الديناميكيه الاقتصاديه في اثيوبيا متسارعه على الجزائر الان. طيب يبقى معنا دكتور فريد لو سمحت يبقى معنا، عود اليك سيد رامي القليوبي في موسكو، نائب رئيس الروسي هو الذي اعلن ضم 12 دوله كدول شريكه. كيف يمكن قراءة هذه الخطوة؟ طبعا كان هناك غضب في الجزائر بتصريح العام الماضي لافروف عندما قال أنه معايير الانضمام لمجموعة البريكس هي هيبة الدول، واعتبر ذلك يعني إساءة للجزائر التي كان تبون زارها، وقال كلاما جميلا حتى في بوتين وصفه بصديق العالم. الآن هذه الخطوة هي محاولة ترضية كما قرأها بعض الإعلام الجزائري، أم أنه لموسكو كذلك وللبريكس حساباتها؟ بكل تأكيد موسكو لها حساباتها، وكان هناك قبل عملية التوسع الأخيرة ربما كان هناك نوع من الانقسام داخل البريكس، فهناك من رأى أنه يجب اعتماد بالدرجة الأولى المعايير الاقتصادية عند الانضمام، أو كذلك الهند كانت تمثل هذا التيار، لكن في نهاية الأمر يبدو أنه انتصر تيار آخر الذي قرر أن يضفي بعدا سياسيا على هذه المجموعة، فبالتالي تم قبول 3 دول عربية لاعتبارات تجمع بين الاعتبارات السياسية والاقتصادية، فمثلا الإمارات والسعودية لهما دور كبير في مجال الطاقة وضمن آلية أوبك بلس تنسقان الوضع بأسواق النفط مع روسيا. أما مصر فصحيح أنها ليست دولة فرية ولكنها أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وهي الدولة العربية الوحيدة التي يكوف عدد سكانها 100 مليون نسمة، وهي تحتضن مقر جامعة الدول العربية. أما الجزائر فصحيح أن الجزائر كانت من الدول التي انحازت لروسيا منذ الأيام الأولى لبدء الحرب مع أوكرانيا ولم تقطع العلاقات معها بأي شكل من الأشكال، لكن يبدو في نهاية المطاف أنه تم اتخاذ قرار بحصر الأمر لثلاث دول عربية كأقصى، وتم الحسم وراء الكواليس الأمر لصالح مصر والسعودية والإمارات. هذا عن الحالة السعودية، السعودية يبدو أنها يعني ليست يعني متحمسة جدا للانضمام لمجموعة البريكس، رغم أنه تم ضم السعودية العام الماضي في قمة جوهانسبرغ. صحيح، السعودية لم تفعل عضويتها على أرض الواقع حتى الآن، ولكن هذا يندرج ضمن مسعيها لإبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة، وبالتالي هي لا تريد أن تزعج واشنطن من دون ضرورة قصوى، خاصة وأن واشنطن أصلا منزعجة من الرياض بسبب عدم تطبيقها العلاقات مع إسرائيل، وهذا طبعا الأمر غير وارد في ظل استمرار الحرب في غزة، فبالتالي يبدو أن السعودية قررت المناورة بين واشنطن وموسكو عن طريق هذا الأسلوب، أي تنضم إلى بريكس ولكن لن تفعل العضوية في المرحلة الراهنة. دكتور أحمد ياسين أعود إليك في الاستوديو، هل البريكس فعلا قادرة على تقديم بديل للغرب؟ طبعا مازال من ناحية العملة أساسا مازال الدولار هو العملة الرئيسية، تقريبا يكتسح العالم عملة الاحتياط الدولية بأكثر من 80% وأقل لنقول، ثم اليورو و
حتى عملة الصين ثاني أكبر اقتصاد يعني مساهمتها في سوق العملات العالمية ربما 1-2% فقط يعني، فما بالك ب يعني عملات الدول الأخرى يعني. يعني إذا عدنا إلى لغة الأرقام وهي أصدق اللغات عندما نتحدث عن تطورات الاقتصاد العالمي، الدولار ما زال يهيمن على الاحتياط النقد العالمي من دون منازع، ولكن هذه الهيمنة بدأت تتراجع. يعني قبل حوالي 10 سنوات من الآن كانت مستوى هيمنة الدولار على الاحتياط النقد العالمي تتجاوز 70%، حاليا تراجعت إلى 58%، وحالة التراجع هذه مرتبطة مع الجهود التي تقوم بها خاصة الصين مع حاليا روسيا وباقي الدول المنضوية تحت مظلة البريكس. يعني مهما قالها زعماء دول مجموعة البريكس بأنهم لا يريدون المواجهة مع الغرب أو لا يريدون إيجاد البديل عن المنظمات الغربية، ولكن ضمنيا كل القرارات التي يتفقون من حولها هي تتضمن هذه المواجهة وتتضمن إيجاد البديل. هل الصين مثلا تفرط في قيمة بأكثر من 2,000 مليار دولار في السياط في سندات الخزانة الأمريكية، وهناك تقديرات تتحدث أنه ربما للصين لديها أكثر من هذا، يعني لديها فائض احتياطي نقدي بربما 3 تريليونات دولار، تريد أن تخرب الدولار الذي تكسبه وتتاجر به خاصة مع الولايات المتحدة أكبر سوق أيضا للصين، من أجل عيون الهند غارمتها وموسكو والدول العربية في رأيك؟ لا أبدا، السلطات الصينية يعني تتعامل مع هذا الملف بذكاء وبحذر غير مسبوق. السلطات الصينية تدرك يعني بشكل واقعي أبعاد الاقتصاد الصيني إلى الآن. الاقتصاد الصيني الآن عندما نقول أنه ما زال مصنف تحت مظلة الاقتصاد الصاعد، هذا يعني واقعيا بأن الصين كاقتصاد لم تصل بعد إلى أعلى مستويات التنوع الاقتصادي. هذا يعني بأن العجلة الاقتصادية الصينية مدفوعة إلى الآن من قبل قطاع الصادرات، والآن الصين دخلت واقعيا في النقلة المهمة لكي تنتقل إلى الاقتصاد المتطور. حينها جميع قطاعات الاقتصاد الصيني سوف تكون تعمل أسوة وبنفس الفعالية مع قطاع الصادرات. حينها سوف يكون بإمكان الصين التخلي عن استثماراتها بشكل كامل في أسواق السندات الأمريكية، وحينها أيضا سوف يكون بإمكان الصين مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة الدولار الأمريكي. فقط نقطة أخيرة ولكي يعني أضيف مصداقية لما قلته، السلطات الصينية على مر السنوات الماضية تشتري كميات كبيرة من الذهب لتدعم عملتها، حتى أن اقتصاديا وماليا أصبح لدينا يعني تعبير أو تصنيف ما يسمى باليوان الذهبي. كل هذه الخطوات هي خطوات تحضيرية تمهيدية لقلب الطاولة على الغرب والقضاء على هيمنة الدولار. طبعا في المقابل طبعا خبراء اقتصاديون آخرون يقولون أنه بالعكس الصين تريد أن تبقي قيمتها، قيمة عملتها منخفضة، لأنه تعطيها أفضلية اقتصادية في التصدير، وأنه حتى هذه المقاربة ربما تأخذ عقود ليتم تحقيقها. على كل وقت يضغط علينا، أعود إليك دكتور فريد بن يحيى، ماذا عن الجزائر وحساباتها في وما بدا يعني تضارب في العلاقة مع البريكس، من خطاب يرحب بالبريكس وبالعكس يقول الأمر مفصول انضمام كما يقول تبون، إلى صدمة عدم ضم الجزائر، ثم هجوم على مجموعة البريكس وطي ملفها كما قال تبون والخطاب الرسمي، ثم الآن يكتشف الجزائريون أنه تم ضم الجزائر يعني كدولة شريكة، يعني ليست في زي مثلا لو قارناها بكرة القدم ليست في الدور الممتاز، إنما في دور الدرجة الثانية. طبعا مما يثير هذا طبعا جدلا وتساؤلات، في مقابل طبعا الجزائر رغم رفض عضويتها يعني وضعت أموالها وانضمت لبنك البريكس، والحديث عن 1.5 مليار دولار. اقتصاديون قالوا أليس أجدى بالجزائر استثمار هذا 1.5 مليار دولار في بلدها أفضل من وضع في بنك أو في بنك مجموعة رفضت عضويتها؟ لا، شوف الجزائر لم يرفض عضويتها في البريكس، يعني
بالنسبة لي أجلت لأنه الشروط لم تكتمل بعد، فيه بعض التحفظات خاصة من الهند إذن، وكانت فيه ربما قرارات سياسية وما جرت تحت الطاولة إذن، فهذه الأمور اللي أجلت دخول الجزائر البريكس. وأنا كنت ما بين الأشخاص اللي تكلمت على أن الجزائر عندها نقاط قوة وعندها نقاط ضعف، أنه لابد أن نأهل إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصاد تاعنا حتى نكون، لأنه لما تفتح الاقتصاد تاعك مع دولة مثل الصين أو مثل الهند أو مثل روسيا يعني مش سهل باش تدفع المصالح تاعك. حنا جربنا اتفاقية الاتحاد الأوروبي وشفنا أنه كان الميزان لصالح الاتحاد الأوروبي لأنه الشركات تاعنا ما كانش مؤهلة لتصدير نحو أوروبا. إذن فالآن بالنسبة للجزائر أنا أعتبر أن الجزائر كعضو شريك، لأنه عضو في بنك البريكس، وحتى تسنى أن نفهم ما يحاذ بالبريكس وما هي الاتجاهات الكبرى ما هي الاستراتيجيات، بعدها كي نوجد كل أمورنا نقدر نكون كعضو في هذه المجموعة الدولية. نفس الشيء بالنسبة لمعاملة الدولار، فالجزائر من حقها أنها تنوع يعني بما يسمى بباني دي دوفيز يعني قفة العملات، يعني من حقنا أنه نتعامل بالدولار وبالأورو وباليوان وبالروبل وبالروبي وبعملات يابانية وكورية وغيرها من الأمور هذه، يعني لا نقتصر إلا على الدولار الأمريكي. وبالنسبة للجزائر الآن فهي تعتبر يعني القبول انتها كدولة شريك، يعني عندها احترام انه كثير من الدول خاصة اذا نتكلموا على موسكو ونتكلموا على بكين فهم يريدون ان الجزائر تنضم اليوم قبل غد. وشفنا كذلك زيارة رئيس الهند انه فيه نوعا ما انه فيه يعني تقارب بين الدولتين، رغم انه كانت فيه ربما نفور من كثير من الامور السابقة. اذا أنه الجزائر الآن يعرف القيمة نتاعها وعندها وضعية جيوسياسية وجيوستراتيجية وجيوقتصادية مهمة جدا. وكذلك بالنسبة للصين، السؤال اللي تفضلت به الضيف الكريم هو أنه الصين الآن الهدف نتاعها وروسيا هما يعني تقليص حجم الدولار الأمريكي بما يسمى لا ميثود دو دي دولاريزاسيون، هذا هو الهدف نتاعهم. ولكن الصين في بالعلاقة الصين طبعا لديها أموال طائلة وشركات تستثمر، لا تستثمر في الجزائر، بالعكس تأتي لتأخذ أموال من مشاريع في الجزائر، بينما تستثمر الشركات الصينية في المغرب مثلا، شركات السيارات الكهرباء تريد استثمار 10 مليارات دولار في مصانع في المغرب وليس في الجزائر، بينما تأخذ أموال من الجزائر في مشاريع. شوف الأخ جمال، أنا كنت في موسكو منذ 20 يوم، لقيت مع يعني بما يسمى بجمعية أرباب العمل المستثمرين الروس وغيرها من الأمور هذه الجمعيين، أنه روسيا مستعدة أن تستثمر ممكن 100 مليار دولار في ظرف سنة أو سنتين في الجزائر. يعني تكلمت لك على أنه ما زال هجس البيروقراطية وما زالت مشاكل، يعني نقول بكل صراحة الجزائر عندنا يعني بعض عوائق اللي ما خلاتش والفساد اللي ما خلاش الجزائر تنطلق كقوة اقتصادية. إذا فلابد أنه نوضع الكفاءات لازم، وتكلم رئيس المجلس تبون بالوضع حكومة كفاءات اللي نتمناها إن شاء الله تكون حكومة كفاءات، وبالطبع نتمناه كذلك أنه تكون محاربة البيروقراطية والفساد، وحتى نفتح المجال لأنه الدول لما تيجي من الخارج تستثمر ما يقدرش ينتظر هو 6 شهور وعام باش يدير الأوراق نتاعها وتعطي قطعة أرض. إذا فالأمور تتسارع جدا، إذا لابد يكون عندنا نفس التأهيل بالنسبة للاستثمارات مثل الدول الخليجية مثل الدول الآسيوية مثل الأوروبية وغيرها من الأمور هذه، حتى يتسنى أن نجيب استثمارات. روسيا والصين مستعدين، حتى الهند، حتى الدول الخليجية مستعدة كثير، الدول الخليجية تكلموا لي قالوا لي حابين نستثمر في الجزائر، إلا أنه فيه صعوبات نلقاها في الاستثمار في الجزائر. إذا رغم القانون الاستثمار رغم الامور هذه، لكن ما زالت العوائق موجوده. شكرا لك دكتور فريد بن يحيى الباحث في العلاقات الدوليه والاقتصاد، كنت معنا من الجزائر. نشكر ايضا سيد رامي القليوبي الخبير في الشؤون الروسيه، كان معنا من موسكو. شكرا لك سيد رامي القليوبي، نلقاك في مناسبه اخرى. والشكر كذلك لضيفنا في الاستوديو المحلل الاقتصادي احمد ياسين. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.